الله يبارك فيك، شكرا، وشكرا للجميع على الرسائل وعلى الميساجات، شكرا للمشاهدين سلطانة، وشكرا للمتابعين والناس اللي كاع اللي هناونا سواء كانوا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن. تنقول لهم شكرا لكم بزاف وتنبغيكم بزاف والله يوفق الجميع. صعيب باش انا تلخص لانها فرح وممزوج باحاسيس ومشاعر تختلف عن بعضها البعض، يعني هناك تيارين، لان اكيد ان القدوم ديال الوليد ممزوج بالذهاب ديال الاب اللي بطبيعه الحال باقي مأثر، والذهاب ديال العمه كذلك. يكفي انه هو من اختار الاسم يعني 24 ساعه قبل الوفاه ديالو، فاكيد ان الكل يعني لا الوالدة ولا الزوجة ولا العائلة مباشرة يعني نستحضر الصور ونستحضر روح يعني العمة والأب، قدر الله ما شاء فعل. يعني احنا ما كرهناش يكونوا حاضرين معنا، ولكن يعني هناك أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وإحنا الحمد لله راضيين بالقدر والقدر ديال الله سبحانه وتعالى. وأكيد أنا كاين هناك فرح، لأن تنقولوا بان الله سبحانه وتعالى اخذ واعطى في نفس الوقت. وكيف ما قالت كيف ما كانت قالت زوجها ايام قليله قبل يعني الولاده، كانت قالت لي احسن ما خلى لي عمي هو السميه. فبطبيعه الحال ربما شيء اللي غادي يبقى حاضر ومترسخ الى الابد، لانه كنا ننتظر وكان الأب ينتظر كذلك هذه الساعات وهذه اللحظات بكثير من الشوق وبكثير من الفرح. والآن أنا متأكد أنه يعني فرح كذلك، يعني تفرق معنا الفرحة وإن كان هو في مكان ونحن في مكان، ولكن كيف ما قلت فهذه أقدار الله سبحانه وتعالى، فمرحبا بها. و نتمنى من العلي القدير أن يبارك وأن يصلح في وليد، وأن يكون شأنه كشأن جده، ونتمنى أن يسير على نفس الدرب ونفس المنهاج، لأنه اختار له الاسم، فنتمنى أن يكون هذا الاسم هو مفتاح لأبواب كبيرة إن شاء الله لوليد. تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.